عودة قناة عريقة جدا على القمر الصناعي النايلسات للعمل من جديد هذه الأيام. لم تبدأ ظهورها بعد، لكن ظهور الاسم في لائحة القنوات موجود، والتردد أيضا موجود. انتظروا افتتاح القناة. وقبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذا أحبائي من القائمة الرئيسية منيو أختار التركيب، كما قلت لكم أحبائي قناتي مختصة فقط للترددات، فلا داعي لإحراجي. إذا نأخذ قائمة بي ثم نضيف التردد 10873، معدل ترميم 27500 والاستقطاب عمودي في. هذا أحبائي التردد حزمة عامة عادت عليه قناة الجماهيرية العظمى الليبية، وهي قناة قديمة جدا. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها لكم أحبائي ومشاهدي قناتي الأوفياء. لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أرجو أن تكونوا دائما بألف خير وبصحة وعافية. أترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.